اها جواب الشرط اها ثم إلا فالولاية سريون. إذا كان جواب الشرط جملة لا يصح أن تباشر أداة الشرط فإنه يجب اقتراض ما بالفاء. قلنا على أن الجمل التي تصلح أن تكون جواب ماذا؟ الشرط، فلا بد أن تكون جمل فعلية. زيتك دوك بجملة فعلية. مشربا؟ نجابو توات نوري لولي نتوغامبا إما أن يكون ماضيين. مشربا؟ إما أن يكون ماضيين. جاوب أبي شرط إتك دوك با شي ماضي في الشرط ماضي نجواب الشرط شي ماضي وشربا اشوكولا بلاكو توغا باتيا شيخ ابو بكري ماضيين ايه ها ان اجتهد إن اجتهدت نجحت أو شربا إن اجتهد زيد نجح إن اجتهدت نجحت أو شربا كاتي إنو نغا غوندي إن اجتهدت أو شربا نجحت هي تموش كوزي هو كتلابين إن اجتهدت مجربة الشيخ نجحت مجربة كتي أولابا أنت فيه الشرط هل فيه الماضي أفهمتو نجواب الشرط إنجاتي فعل ماضي كتي أغامي أنت أن يكون ماضيين شيخ مهدي مولي أو ولي داتش غابة جبا يتفعل الشرط تشي تجيزا إيه تشي كوزي أها إيه تشي غانتي كاي كالتشي كاي كالومبو رومبو كاتي تشي إيه تشي داكو يي أنسا ياتي إيه رجا تشي سانغا بابو مسلم أكيدا بابو من حقك التوحيد اها اولبا اولبا باب من حقق التوحيد اوكيبا تشي تشمتو كوكو دخل الجنه ايه بغير حساب اوكيبا كتب باب من حقق التوحيد اولياري اندا من حقق التوحيد ما به دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب نزوم لي أنغما غوسو ماكو مكتاب التوحيد شيخ واجب غوسو ماكو كل زمان حقك التوحيد تحقيق التوحيد يجي تحقيق التوحيد يجي أني أشتوى مو سمعني بقول إيه؟ باب من حقق توحيدا دخل الجنة تحقيق تتجزاتي وككسا أني كزا وكني كزا تشي kwe kutuka ekintu kugaya yacho okiraba hakaka ashay'a idha balagha ghayata shay bwaba tuse kuchi kutiko yekintu kati ekyo kirimu ebintu ebi mulimu ki atasfiya wa takmir okulongosa tauhid wa takmir n'okumujjuza okujjuza taswiya wa takmil
aha atasfiya wa takmir kati tasfiya cheki oswafa tawhid mochi era ojijuza nachi ebibi na mujabitu nyonyola insha Allah kubanga walwo tawhidu alwajib ne tawhidu almustahab temwabi nyonyola tawhidu alwajib aha wa mustahab kubanga walwo ababera ne asulu wa tawhid ninga walwo almuwahhid ni waba oba alladhi wahada ni wabira ni man haqqaqa tawhida wachuli ya sheikh okay tu idhi jitahadta wachulira najahta wachiraba eno ijit eno kozi twajita harufu ashart aha aha ijtahadta eno harufu shart jazima jazim yajzimu fi'i fi'lain al-awwal fi'lu madha wa thani al-awwal fi'lu shart wa thani jawabuhu wa jaza uchiraba kati eno ejja kubera fi mahali madha fi mahali mchirekelo no achinyweza chitufu okay kati chiba chitegeza nti ijtahadta fi'lu wa fa'il ijtahada fi'lu mabni ala a limadha litiswalihi ta'u wa ta'u al-mukhatab mabni ala madha ala al-fatha fi mahali a najahta fi'lu madhi mabni ala madha wachiraba sheikh mabni ala sukun limadha sheikh ngo kutebu kwa siku tama najahta najahta ono olaba fi'lu madhi yali mabni ala sukun yali kochi السكون نوع إنسانغا لتسواليه تاؤ وتاؤ المخاطب مبني على الفتحة مجربة بنبوة بتجيرا ماسو تجينا كتامبرا متامبز كاتي إنه والجملة من فعل وفاعل في محل إيه أها و neno fi mahali jazmi nayo aha okiraba ayakuna madhiyayn ekyokubiri ayakuna mudhari'ayn nga fi shart eri mudhari' ne jawabu shart eri ki mudhari' fahimta fi shart nga eri mudhari' ne jawabu shart nga eri ki مضارع اها مثال ذلك نعم اها ان تجتهد ولا بين فيل مضارع ان تجتهد وشرب تنجح مجربة إن تجتهد تنجح أرأيتم كاتي إن حرف جازم أرأيت يجزم كم تجتهد أها 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 وها وهو جواب ايه شيخ تلفنا اولي دالا اولي دالا اوكي ايكونا مضارعين مجربة اها الحالة الثالثة
hali yokusatu ayakuna fi'lu shart madhi wa jawabu shart aha ayakuna fi'lu shart madhi nogambo utia inijitahada inijitahada zaidun aha ينجح ينجح رأيت أو حكم تشيري هو حكم تشيري هو الأول يكون والثاني وفعل الشرط يكون ماذا مجي أو مرفوع ماذا يقول ابن مالك وبعد ماض رفعك الجزاء حسن وش لبا قل زي كبا ديكاتيا اها 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 وبعد ماض رفعك الجزاء حسن بمعنى يجوز الرفع والجزم هنا رأيت كيفاش سيجزا انت اذا اجتهد زيد ان حرف ماذا جازم الذي يجزم ماذا اها اجتهد اها اها زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا ينجح او ينجح بضمة اها رأيت مجربة واسقد السورة محمد واسقد السورة كي yeri wakozi ayakuna ayakuna fi sharti madha wa jawab sharti madiyan raaito kakati ayu asru kuchi جواب الشرط تيبيرا جملة فعلية مجربة في جملة فعلية إذا أكبر أنك ماضي أو بامشي مضارع نبجا نبيرا جملة فعلية مجربة كوز جملة فعلية يروى يروى جملة يفتادي كنشي نشي كوروى سيشيشو كاكاتي بجانغا جملة فعلية إزينغا ماضي أو بامضاري أو تو تامبولا جواب الشرط إن جملة فعلية ماضي أو بامشي مضاري نيسو بروكو جانغا جملة فعلية إن جملة طلبية بمعنى أمر مشربا مشربا نجانغا شي أمر إيوتيغوانا كوبا جواب الشرط tegwana kubachi jawabu shart tukola tutia bwebanga jumla ezenga jawabu shart tesana kubaji jawabu chi shart la budda ayuqtara na bilfa'i eteke dua okubiranga tujiteka ko chi fa'u eno fa'u nebiranga yirabit yeyunga eno jumla ezoluva nyuma nejiunga kweli kulebede nziramu nti jumla ejanga jawabu shart eteke duo kubachi jumla tu fa'iliya imma madhin au mudhari'a fahimta kati ezisigaddezo na teziswalaha la tasluh an takuna jumalun au jawaba lishart fahimta
فماذا نفعل kiba kitegeeza nti eno jumla eze nga jawabu shart tuteekeddwa ogiteekako faao kitegerekese Sheikh Ashraf awo kitegerekese Sheikh Muhammad ninzi nga mpulira sikakasabyo kitegere eh kikubulamu nekati ki kingire tulabe Nedda sebo eyo jawabu tujiwakanyiza misana ngensechi raba jawabu shakti tekeddwa okubeera jumla tufailiya okiraba jumla tufailiya ngeri maadhi obaki mukiraba zezo zokka رأيتا مسواري زفة زيزة كوزيتي زيتولا بيه مكا إنيا نيبو يبدا جملة تو نغا فعليا نيينغا طالبيا تكولا چي تسولاحا كوبا جواب چي شرط كاتبو يبا تسولاحا كوبا جواب شرط تتوينو كولا چي لابد أن تكترن بالفائي tutekeddwa giteekako ki faao jumla talabiya yeriwa ye talabu alfiil ne talabu alkaf talabu alfiil kwe kusaba okola ng'ejjize nga amuru okiraba bwebanga fiiru amuru yezze okiraba oba fi nahayu nga yekoze ki yezze talabu alkaf okiraba awo tukola ki kiba kitegeeza tegenda kuba jawabu sharti okujjako nga tumaze kuteekako ki faau nga yekulembedde wategerekesaawo Sheikh Buhudi wategerekese ne ismiya tugenda gituukako kati tusoose jumla tumaadha talabiya awo wategerekese jawabu aha eche tutambulirako kati mukiraba kati twagala tulabe ahwal ahwal jabu hal okiraba ahwal ezibera nga jawabu sharti yajibu يجب اقترانه بماذا بالفاء شيخ تلفدا انت جواب الشرط نجتك دعاء كبيرا ان تجدان سنتي نفاء ولو امبيرا ان جواب الشرط تيدا كجانجيري وبلا لابد يقترن بماذا انفاء ان يجند كبار رابط شيخ تيتغيرك اوكي نعم كاتبي داكولا بيبي فو شيخ اماس على غاتغيرك سغيتغيتو كوغيراكو ان شاء الله ان شاء الله غاتغيرك سباس على غيتغيتو كوغيراكو غيغاليوا gegali wa basa alage tugendo kuogera ko sheikh jawabu sharti okujiteka ko nga kiteka okujiteka ko chi ebadde tegwana kuba chi jawabu chi okugwanira nga tujitadde ko chi ojulira sheikh Muhammad Sheikh onyiga munyizi kitegerekese kitegerekese ojja kitegere oba kitegerekese biizina aha tugambye nti jawabu ki sharti tunyonyola ebintu ebitegerekese la
جواب شرط اتكدوا دي اكبر اكوشي فاو مكيرابا سيغا جبلة تقوانا كوبا جواب شي شرط بينو بي مواضع المواضع ابي شي ابي فو ابي تكدوا جواب شرط اكبر اكوشي فاو افهمتم هذا؟ ما هي المواضع التي يجب أن يكترنا جواب الشرط بماذا بالفاء كاتي زيتوين لكتام بلدكو نعم تام الشيخ صبح قال ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جوع شرط أو غيرها لم يجاع جملة ينا اتقوانا كبا جواب الشرط جيتيك كوشي فاء اندو زتوان نيو نعم جيندا ماشي ماها تقريبا لهذا جمعها بعض الناس اها وهو اسميه طلع اسميه اتكدوا كبا جمله ماذا شيخ جواب الشرط جتولي لاني ساكو فاء اتكدوا كبا جمله تي ما معنى ما المراد بكلمة جملة اسمية هي الجملة التي تبدأ بماذا بالاسم أفهمتم نوزا أسماء وقت جريكيكا بدي جيري نيانغا جيري كولين بدي إنو جملة نغي جواب الشرط لابد أن يقترن بماذا بالفاء رأيت نعم طلبية إما طلب الأمر فعل أو طلب الكف رأيت نغا أولاقيرا أوليا كولي أوبانغو زيزا أولي آريكي نعم وبجامد لابد أن تكون مصدرة مصدرة بفعل جا جامد نعم وبما فيل جامد يتغيركيكا yeyo ekigambo jamid kye kitakyuka ekiri awo awamu okiraba kati fiilu jamid yetatasarafa kuva mu maadhi kugenda mmuki mu mudwari oba mu amr fahimta yo ejira mu kikolwa mu kiseera ki kimu nga bwolaba niima olaba niima yo daiman ebeera fiilu maadhi tojja gisanga mu mudwari bi isa فيروشي ماضي تجاجي سانا مضار ولا امر افهمتم ابيرا مومبيراشي سينغا جبلا يونا اجايغا جواب شرط نكولمبدوا جمله تشي ابا نكولمبدوا فيروجي جامد فيرويو توتيكي دوجي تيكا كوفا اغوانيرو كفوكا جواب شرط افهمتم يا مشايخ نعم وبما جملة مصدرة بما النافية منفية بما اتاندي سنما نغبو تغيندو تشيرابا نعم وقد جملة اتاندي كناشي نقد نعم وبلن وشيرابا نعم وبتنفيس سا سين سيذهب فسا إلى آخره يعني إذا كان جواب الشرط قاتيا أنيون يورا بيري بيابد إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وليلا إذا كان جواب الشرط جملة ماذا اسمية أها فما الحكم وجب اقترانها بالفاء وجب اقترانها اقترانه بماذا باقترانها بالفاء نعم مثاله نعم إن تجتهد فأنت ناجح إن مجربة تجتهد مجربة فأنت ناجح مجربة فأنت أولابي بغبطة ديو فا أوانو چه چريسي أكتكا وفا كمان إنو جملة إقامت أنت ناجح إيه إنو جملة با أنت الضمير فهمت ضمير وتعرفون على أن الضمائر أسماء فهمتم
kakati wano jumla ujirabi wetandi sene ismu ayo jumla tu ismiya wahuna labuda yuktara na jawabu sharti bimadha bilfai limadha لأن فعل لأن جواب الشرط لا يص لا يصلح أن يكون جوابا للشرط شيخ بوه ديو تجد وانو ينين ومبازرب انت أولابا أين فعل الشرط جواب الشرط إزينغا تشي جملة نغيتاندي كنالينيا نغاتف توغابي جواب الشرط يتكد وكوبا نغا جملة فعلية رأيت كتي تاندي سناتشي kati intajitahi tokiriz wagama anta najihun no sala nako mboyo gedo luwarab intajitahi anta najihun la oja chubu nila inshallah ochilaba intajitahi luwacho inagama fa anta najih kurwenso nga jawabu sharti teswalaha kubachi jawabu sharti jumla eze teswalaha kubachi jawabu chi شرط مثلاً رواتي كمان جزء جملة تشي رأيتو غاتك إذا يف إذا كمان جملة تو فعلية رأيتا أفهمتم هذا كاكتي وان إنه جواب شرط يزنجا رابطون تشيونغا إنه جملة هو كله إنه سنبيو نجيونغا كويري كوزيتي فهمتم فالفاء rabitun ochiraba kati edo jumlo genda juwerero tia anta tugabatia mubtada barakallahu fika ya muhammad aha anta eh aha ngono gambo tia eh أها. أها. في محل رفع. تشجعنا ني تشجعنا. وش ربا؟ والفاء رابط. وش ربا؟ يربط ما بعده لما قبله. ومش ربا؟ إنه فاء. Eyunze eno jumla ne yokubiri kwene kozechi ekulembede kulwenso nganti jawabu sharf ezenga tegwana kuba jawabu chi sharf Sheikh Abubakar yotegedde obulungi osobolo chinyonyolo omuntu omulala oba muli okiwulira Sheikh awategerekese ani awulira nti kale tategeddewo tugenda kutu otegede nsonga kati changu nyoko oirabwe chago soko olinde Muhammad waluwa kabulamu Sheikh Muhudi waluwa kabulamu lumuna linso mesa mchibino mwana nanga nimubuza otegede seka tugende maso tugende mgenji ma nga chitegeza gwe tota wana tugende mgenzi chi sagala genda maso kubanga naze wano kulwa mwe naam tugende maso ngo tegede tugende maso tumaliko lunako inshallah إن شاء الله كبيبي. إيه 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 شرط بكا ngolese chi barakallahu fi kageda maso naam in ha wuri
أولا إن حرف شرط جاز يجزم فعلين أها الأول فعل الشرط الأول فعل الشرط وثاني جواب مش لا بابا شيخ تجتهد أها فعل مضارع مجزوم بإن تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن أها وعلامة جزمه السكون وعلامة جزمه ماذا السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديرا وفاعله ضمير مستتر فاعل ونتليه اتينا مشبني وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو والا فضمير استتر مشربا كتبوا غبا ان تجتهد اين الفاعل taliwo fahimto nayinga ate oluvajuba lwa fiilu watekeddwa okubaawo ki bwomulaba yoyo faizahara bwaba yeyolese yoyo wa illa bwekitaba ekyo fadamiru istatar fahimto kati kiba kitegeeza in tajtahid tajtahid fiilu mudhari majzumu alama jazmihi katudonya fa'ilu waliwa ضمير مستتر وجوبا تقديره بونوبو جيكي دغوي اوشربا نعم نعم فانت نادر اها الفاء رابطه للجواب اوتشوليلا الفاء رابطه للجواب شيخ رابطه تشيكي ربط يربط يجسبا رابطة للجواب الفاء رابطة للجواب شيخ أبو بكر الفاء اها مليو تشولي لا تيتغيرك اها تغامبتيا الفاء رابطة للجواب الفاء رابطة للجواب شيخ بوهدي الفاء ايه buli okitegeera ki oba bwekityo bwe kiri aha alfa'u rabitatun liljawabi kitegerekese naam genda maaso yani tarbutu ma qablaha bima ba'da kati akutegeeza limadha sumiya birabitat ra'aita tarbutu ma qablaha lima bima ba'daha nti a is egatta echo ekikulembedde ku ekyo ekize ki kibava bagiyita rabitatun li naam tugende maaso wa anta mubtada owulira wa anta mubtada limadha li anna jaa fi awwal aljumla eze kuntandikwa yaki erinnya lyonna bwe lijja fi bidayati ljumla litekeddwa kuyitibwa muki mubtada ate mubtada mukimanyi nti abeera ki marfua fahimta naye kakati wano tulese dhamir wataarifuna ala anna dhamaira mabniya mukiraba katujja gamba tya anta mubtada fahimta oba dhamir mabni ala alfatha fi mahali arrafi رأيت مبني على الفتح في محل رفع فأنت مبتدا أها ناجح خبر وتعرفون على أن الخبر يكون ماذا مرفوع رأيت كاكاتي توريرم إن أها سيد ياو بالي بيزينيو سيولي لا شباليكو أها تجتهد أها 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 والفاعل نعم الفاء رابطة للجواب أنت مبتدا أها ناجح خبر نعم
إيه. الدوزي ليه تري ولي كي كنا كاتونو. إيه. كلوي سونغا. ولي. إتشبوزو تشي رونجي. ولو. الضمير ويبرم مستتر جوازا نوجوبا كاتي وانو واجب شاتيكا ايه ضمير تينا كولاتي وبافا تينا كولاتي بوا وشرابا غابوغا ايرا اذا كان في المضاد مبدو بتا في المضاد يتادي كاتشي نتا kati dhabiru aiteke dua okolachi okuba mustatiru wujuban okitegedde ne bweberanga fiilu amri kum okiraba kati kum fiilu amri mabniyu ala aina alfa'il dhabiru mustatiru takdiruhu aha okitegedde okitegedde oba eh kubango nyenyeza bunyenya mutwe naam bade genda kutandika kulaza omu eh mm. Eh amru fiilu amri mabniyu ala sukun aidan alfa'il dhamir mustatiru wujuban taqdiruhu anta aha كتجري كسبا شيخ ايه فالجملة الآن هي جملة اسمية شيخ ريان اها الجملة الاسمية جبغامبا يروى انت ناجح نعم والجملة من المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط والجملة من مبتدا وخا في محل في محل جواز جزم الخبر افهمتم ان حرف الشر جازم يجزم تجتهد فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون اين الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت رأيت تجتهد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت رأيت الفاء رابط بمعنى يربط ما قبلها بما بعدها أرأيت يربط ما قبله بما بعدها أرأيت أنت ضمير الرفع المنفصل أرأيت مبني على الفتحة في محل الرفع أوش لبا ربي توقير أبو ليجيو توالي ايه مبتدا اها اريكوتي لماذا مبني على الفتح في محل سيتشو ناجح خبر ارايت والجمله من مبتدا وخا في محل في محل جزم جواب الشر tujwerere mu feda ndabe obadale yingide aha eh
tugenda kusonga ku muntu wano insha Allah. Naam. Aha. 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 Naam. Aha. Naam. وفاعل ضمير نعم اها نعم اها 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 والجملة في محل جزم جواب ماذا الشرط الشيخ متجدد نين سيدي ونكتاندكيرا وان دابينغا ماروبوزي غاينجيرغانا تدم تلابي ان شاء الله شيخ توبزاوزاو بانتو نسوبولو كوماني تشيكي غينا ماشا aha tuge tujire aha aha naam aha aha naam aha naam الفاء رابطة للجواب اها اها في محل اها وناجح وهو اها والجملة من مبتدا وخبر في محل جزم جواب ماذا الشرط تجيني كوغوندي اندالا What Ato tunula mchitabo Kuluwe nso galuachi Limadha labuda yuktara na bilfa Luachi Naam Sheikh Muhudi Ezega jubla tuchi Ismiya Falabuda yuktara na jawaba shartu bimadha bilfa Naam gena mash لأن الجملة اسمية لابد أن ترتبط بالفاء. لأن الجملة اسمية لابد أن ت. نعم. وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. أوليا وإن تعفو وتصفح وَتَغْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أولا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جواب شرط يزيغ جملة ماذا اسمية أرأيت فلابد أن يقترن بالفاء أرأيتم نعم تبين ما أسو أين فعل الشرط أين فعل الشرط نعم تعفو ولبا وما عطف عليها نيتشي تشمغاتي دو كوتشي وان تعفو بمنا كولاتشي بمنا سوجي و تواتاسفاه نمكولاتشي نمديرام و ابانتو فايبتا العفو والصا
إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أولنا تتنفنا جواب مش ربا بمنا سجوا نمدرام وإن العفو كوكوليكا نويري كريزو موت وتصفحوا نمدرام وموتو watagfiru de mukorachi ne musonyiwa aha chiche tufuna kati jubule eze eyokubirie gabati inna allaha ghafurun rahim ezenga jubla tumadha ismiya araita kati wantesobola kubaje wabu shart nokujjako ngokozo otya ngotadde ko fao fa inna allaha ghafurun رحيم نعم تجيني ماشي أين جواب الشرط أها فعل الشرط أها تعفو وما عطف عليه الواو حرف العطف نعم أين جواب الشرط أها فإن الله غفور أين جواب الشرط فإن الله غفور رحيم نعم لماذا اقترنت بالفاء فهذه الجمله لماذا اقترنت بالفاء لان جواب لان الجمله تا اسميه نعم كل جمله مبدوءه بام فهي اسميه كل جمله مبدوءه بماذا بان فهو اسمية نعم إن تعفو عمن ظلمك إنك محسن إنك محسن وش ربا إن تعفو إن تعف عمن ظلمك نقولين أقام أنت محسن وهي جملة توفي شيخ إنك محسن kumanga tugabi tibuli jumla hiyo netandika ne in ebera chi kati bwagaba nti intaaf amman zalamaka innaka muhsin hiyo jumla ntufu la limadha li anna jawaba shart lam yuktara fal jumla lam tuktaran bimadha bilfa ma anna al jumla ta jumla ismiya watigir kisaw ba sheikh naam وكتاب يخا خطا نعم وما الصواب وما الصواب اكتف تشيروا فانك محسن وكتاب فانك محسن نعم نعم هذه الاسميه نعم تعفو اوكي تشيروا بارك الله فيك مجتهد ان تعفو فحذف حرف ماذا العلة مجزوم وعلامة جزم حذف حرف لعلة لان الفعل معتل رايتم نعم هاتجي اكتاني كلاو دوزا mpozi nga sheikh tajie nga tuongela yo tusome hadith baadi tuite mbwangu tuina yedda chika ndoza tano kumi na tano ziri musavu tano hadithi twakoma kuyakumeka
يا كوميكا شيخ asatu musanvu egambe etya ما يصيب المسلم طيب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما حديث ينجفا كو أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ينجيجا كو النبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا ما يصيب المسلم ما يصيب